لا يختلف اثنان على أن عزيز خنوج ولد الناس، وأن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب ولاد الناس، حزب من الشعب وإلى الشعب، يقوده رجل من خدام المغرب الأوفياء الذي نهل من مدرسة الوطنية وحب الوطن صغيرا، كيف لا؟ وهو ابن المناضل الراحل أحمد الحاج الذي كانت له إسهامات كبيرة لصالح المغرب أيام الاستعمار الفرنسي، وكان من أوائل الداعمين للمسيرة الخضراء عبر توفير البنزين مجانا للعربات والشاحنات المحملة بالمؤن والمواطنين المشاركين في المسيرة الغراء. عزيز خنوش الذي تحاك حوله مؤامرات عديدة تسعى للنيل من سمعته بالضرب تحت الحزام وبالحجج الواهية والمغرضة، يواجه الافتراءات بابتسامة ثقة، فالرجل يعرف ما يفعله حق المعرفة ولا يهمه في ذلك لومة لائم. سياسي محنك ومتمكن صبر في مواجهة المؤامرات من جميع الجهات، وظل رغما عن الخصوم محافظا على تواضعه قريبا من المواطنين والبسطاء، يستمع لهم ولمطالبهم واحتياجاتهم، حاملا على عاتقه هم مستقبل مشرق للمغرب. عزيز خنوش ابن تافراوت، رجل الكفاح والنجاح الذي يملك رؤية واعدة لمستقبل أفضل في حال فوز حزبه في الاستحقاقات الانتخابية الحالية. حزب الأحرار الذي يضم الأطر والكفاءات من نساء ورجال أعمال وسياسيين متمرسين وشباب ناجحين، كل في مجاله وتخصصه، يجمعهم حلم واحد، رؤية مغرب الغد مزدهرا في مصاف الدول المتقدمة. التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يضم وزراء بحس وطني عال، ظهر جليا إبان أزمة جائحة كورونا، فكان من السباقين إلى المساهمة في صندوق تدبير الجائحة، على رأسهم عزيز خنوج الذي ساهم من ماله الخاص بما مجموعه مليار درهم. التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي يضم وزراء أكفاء في الحكومة، اشتغلت بجد واجتهاد على غرار مولاي حفيد العالمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، الذي استحضر حسه الوطني إبان الجائحة، وتبرع بدوره ومن ماله الخاص ب200 مليون درهم لمواجهة كورونا، تصدى لكذب الخصوم السياسيين بأرقام منجزات وزارته بين إحداث 650 ألف منصب شغل و 665 ألف منصب شغل ضمن مخطط التسريع الصناعي، مسجلين كافة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وحققت الوزارة خلال جائحة كورونا ما لم تحققه بلدان أخرى لم تتمكن من العودة إلى مستواها قبل سنة 2019، في حين أن المغرب حقق في قطاع الصناعة وعلى مستوى معظم القطاعات بما فيها قطاع السيارات رقم معاملات مهما، وصار المغرب يتبوأ المرتبة الأولى أفريقيا في قطاع صناعة السيارات، ويعمل على تحقيق المزيد بمليار درهم من القيمة 31.17 المضافة، كما تم توقيع 73 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 2.18 مليار درهم، وعلى مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة استفاد 229 مشروعا من الدعم عند الاستثمار سنة 2020. وهناك أيضا محمد بن شعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الذي اختير من طرف مؤسسة أفريكان بانكر ووردز أفضل وزير للمالية بالقارة الأفريقية لسنة 2021، بعد النجاح المبهر للمملكة المغربية في تدبير جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، مع تفرد المملكة ببرنامج الدعم الموجه للأسر المتضررة، فضلا عن ضخ تمويلات ساعدت الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة على تجاوز الأزمة بأقل الأضرار. وأيضا الوزيرة فتاح العلوي التي تولت حقيبة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، فعملت جاهدة على تنزيل عدة أوراش لتطوير والحفاظ على المنتوج الوطني في القطاع الصناعة التقليدية، كما أطلقت أيضا البرنامج التعاقدي لدعم وإنعاش قطاع السياحة 2020-2021، والذي يروم المحافظة على الوظائف وعلى النسيج الاقتصادي وتحفيز الطلب وإحداث تحول هيكلي في القطاع السياحي.
هذا فقط غيض من فيض، ولا شك أن الجاذبية التي يتمتع بها الحزب اليوم ليست إلا ثمرة عمل مضني ودينامية امتدت طيلة الخمس سنوات الماضية. فكيف سيكون حال البلاد في حال فوز الأحرار بالانتخابات وتشكيلهم لأغلبية الحكومة ورئاستها؟ الأكيد أن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي. ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول، استطاع هذا الحزب تقديم برنامج متكامل، ولم يبقى الآن سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء، والموعد يوم 8 شتنبر ليكون مغرب الغد أفضل من مغرب اليوم وأمس.